في محافظة إدلب، معظم سكانه يعملون بالزراعة المصدر الأساسي لمعيشتهم. يتميز السهل بخضرته ووفرة غلاله، لكن اليوم بات شبيها بصحراء مقفرة قاحلة. أغلب الفلاحين لا يستطيعون بذار أرضهم أو زراعتها نتيجة تأخر هطول الأمطار. خرب بذار لأنه صار نص الشتوية وما صار مطر. نحن عم نستنى اليوم باكر بعد باكر يصير بذار وما مطر وما صار مطر. أخيو وهلا يعني دحين نص الشتاء راح وما صار مطر وعم نبذر بالأرض ومتوكلين على الله ما نعرف ياكل الطير النمل. انقطاع المياه في أقلية الري بسبب قطع التيار الكهربائي أو قصف قوات النظام لمحطات الضخ دفع الأهالي إلى حفر الآبار الارتوازية علها تكون حلا بديلا عن مياه الأمطار. ولكن يترتب على استخراج مياه الآبار تكاليف باهظة لا قدرة لمعظم الفلاحين على دفعها. إلى الآن لم تسقط أمطار شتوية، وإذا ما سقطت أمطار شتوية لا نستطيع زراعة المحاصيل الشتوية، ولا يوجد وسائل بديلة سوى الآبار والتكلفة عالية جدا. غبار هذه الأرض يحكي قصة اشتياقه لمطر طال انتظاره، وحبات التراب تنتظر لقاء جديدا لطالما تعودت عليه في مثل هذه الأيام. يزرع هذا اللقاء البسمة على وجوه آلاف من الناس يقطفون ثماره محصولا يسد رمقهم ويعينهم على تحمل أعباء هذه الحياة. انقطاع الأمطار سبب أزمة إنسانية صعبة تضاف إلى سلسلة من الأزمات التي يعاني منها الشعب السوري، ولكن السؤال هنا، هل سيكون هناك حلول بديلة أم الأيام القادمة لها رأي آخر؟ أبو علي الروجي، شبكة شام الإخبارية.